تضيع في وقتك يا مسكين. حتلتك شحال مرة قلت لك الطريق اللي نمشي عليها هي تزيد تاخذها. ما عرفتش باللي عندك كملك في هذه الناحية ومجملة تملكك الطريق. تكلمني على شي اللي تملكه انت ماشي اللي ملكه والديك. في الحقيقة مانيش عارف علاش راني نضيع معاك كل هذا الوقت. ما تنساش باللي نورا بنت عمي وانا حارس على شرف العائلة. ما تقدرش تعرف معنى الشرف يا منحط. انا راني نذرتك ولو كان يسمع عمي بلي راك جيت تعرض البنت وراه بلاش ما يعجبوش الحال وتعرف شكون هو عمي. انا نمشي الجرس راهو قريب بيضا. وراني متحقق اللي تسمع وصي. علم يا ربي بلي عمري ما ركعت انسان. لكن هذا الشخص ما وليت نسيت. لا ما يمكنش. تعرفي بلي واحد بحالي حالته الفقيره ما تسمحلوش يستأنف في الدروس. شحال راني متاسفه يا احمد. كان لازم عليا في يوم نترك المدرسه وداك اليوم حان كيما حان الوقت اللي لازم نربح فيه قوتي بعرق جبيني. تعرف يا احمد بلي ماهوش عيب باش الانسان يربح قوته من عرق جبينه. عيب الانسان هو اللي يبقى ساقط على الناس. العيب هو الانسان اللي يحب يعيش من عرق غيره. هي مالا راكي تتهيئي باش تدخلي القسم البكالوريا. تقدر تقول بلي بديت اليوم. انت سعيده بلا شك. لاش هاد السؤال؟ السؤال فقط. كيفاش ما تكونيش سعيده؟ كملنا بليد. احمد لاش انت قاسي؟ هل تحب تجرحني بكلامك؟ أنا آسف ما كنتش ناوي نجرحك بكلامي لكن تقدري الألم اللي راني نشعر به لما نشوف التلاميذ اللي نجحت مثلي في الامتحانات واللي في إمكانها تستأنف وأنا فقدت وحدي في القسم اللي مانيش من عائلة غنية. لكن يا أحمد الغنى لا مانيش نبحث نصبح غني أبدا. الشيء اللي حزني هي الحالة اللي راهم عايشين فيها آلاف وآلاف شبان من بني شعبنا واللي ما يقدروش يشقوا طريق النور. هذا النور اللي راهم حرموا الاستعمار عليهم. عمري ما سمعتك تتكلم هكذا. كم من حاجة الشعب راهو كتمها في قلبه ولكن اليوم
من بني شعبنا واللي ما يقدروش يشوفوا طريق النور، هذا النور اللي راهو محرم الاستعمار عليهم. نوار ندي لي هنا، علاش مخلي روحك بلا الضو؟ شعل الضو. انا تعبانه شويه، تعبانه من كثره الدروس والمراجعه، رانا في ايام الامتحانات يا بابا. لازم ما ترهقيش نفسك يا بنتي، هذو شهور اللي راني لاحظت الضفور في صحتك. هذا العام الدروس شويه عاليه، مش كما العام اللي فات. يا وليد عمك سعيد ما جاش؟ قال لي بلي هو مستعد يجي عينك كل ما تلقاي صعوبه في الدروس. لا ما جاش هو، لكن انا ما تكلمت لكش على الصعوبات. دايما عنيده بصح كي بابا. انا اللي هنا، ما زيديش على الاقل باللي دار اخيه معروضين عندنا اليوم. اليوم هو يوم ميلاد سعيد. وكاش تحبني ننسى؟ والحلوه اللي وصيت عليها لحقت؟ لحقت غير كل متهني، كل شيء راه واجد. جوز البيت الاكل تلقى كل شيء حاضر. ما ادري ما فيش لي احجب ولا قدر الله خير عليكم. اش راكي؟ اهلا سعيد. مرحبا مرحبا سعيد، هذا وين كنا نتكلموا عليك؟ عمي بالخير من دون شر. فهمت حبا انا نهضر شر في انسان؟ لا انا طبعي ما يحملش الشخص اللي قطع في خوه. تفضل تفضل. ولاش انا باقي واقفه هنا؟ جوز البيت الاكل. جوز جوز تفضل. جوز سعيد. ايوه يا بنت عمي، واش حالة الدروس؟ واش راهم الامتحانات؟ بخير. ومع هذا عمري ما طلبت من ابي باش ناخذ ساعه زايده على معلم. يا بنت عمي عمك تعرفيه كيفاش عمل، هو اللي حتم عليا كثره المعلمين، ظن باللي لما جي وقريوني ساعه زياده في الدار نستفاد منها عند الامتحان، وانا بلا ما نفتخر الدرس نقراه مره واحده بعد ما يشرحه الاستاذ يبقى مرسوخ في راسي ونتفكره كما هو في الوقت اللازم. انا نمشي الكوزينه نحضر طعام. نوارة راهي شوية عيانة في هاد الأيام. لا أنا راهي في الغاية راهي حفظها. أهلا نوارة. خير عندي. واش راكي؟ خير. جوزي تقعدي. أيوا سعيد. وأنت كيفاش راك مع العلوم؟ يا عمي بابا راه ناوي يبعثني لفرنسا باش نقرا في الكلية حتى نصبح طبيب، وأنا في الواقع ما نقدرش نفارق أرض الوطن. نقول لك الحق، أنا ليا بلي لازم تكمل الدروس نتاعك. أرض الوطن نطعن لها، ولكن الفرق هو لما ترجع بشهادة في مكتبك الحكيم السعيد. على الأقل دوي عمك لما يمرض. بالصح، وهذا هو الكلام بالذات اللي قلته له. أنا ما زلت نخمم. يا. خلينا هذا الكلام الآن. تفضل. إيه. بسم الله. هذه وحدة. حتى دي لابد تعاونينا. ايه علاش نحسبهم في 20؟ ايوا يا بنت عمي. قريبة حرقتي يدي. انا مش عارف فهمانهم. هزنا 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 مازال هزنا. خلاص. ايوا خلاص. الان ليك يا سعيد. يلا. كان بزاف. كان بزاف. يا اخوان المعارك راهي تشتد في الجبال، ولابد تشمل كل شبر من ارض الجزائر. اذا اخوانا راهم قايمين بعمل جبار لابد احنا نعاونهم في المدن في القرى في كل مكان. لابد المستعمر يشوف الارض تهتز في اي ناحيه يوضع فيها قدامه. الاخوان كلهم راهم مستعدين باش يقوموا بدورهم، هما راهم ينتظروا منا الا الاوامر. نظن بلي ما يحتاجش نعاود نولي مرة تانية على مسألة النظام وعلى تكوين الخلايا. كل واحد هنا راهو عارف بصفة جيدة ما هي مسؤوليته، باقي علينا نشرع في تنفيذ ما تقرر. كل شيء راه واجد، رانا اتصلنا بكل إخوان اللي هما أهل ثقة واللي التراث تقدر تعتمد عليهم، هم كلهم القدامى الوطنيين. إما الآن رانا انتهينا من مرحلة التحضير، في الأيام القريبة نشرع في التنفيذ. ما كناش نقول لكم بلي ماهوش لازم نمشيو دائما في رحبة، اجتماعنا المكان والوعد
راني انا نعلمكم به. ربي وفقنا. إرادة الشعب لابد تنتصر. نعم يا إخواني، بالإيمان متاعنا اللي نتغلبوا على المستعمرين. أما الآن نتفرقوا وخرجوا واحد بعد الآخر. مشي بسلام. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعم يا أم. هذيك صارت لصحة منيش عجبتني يا أحمد. ما تخافي شيء، ما هذو ما وش أصحاب، وإنما إخوان، والعلاقة اللي تربط بيناتنا هي علاقة أرض ووطن. لم تودي تحرر. شنو هذا الكلام؟ أنا نحرت عليك تغيير كبير، عاد ما تفكرش في الدار. الماكلة اللي نحط لك تبقى هكذاك، وخوتك. اسمحي لي يا إيما، لكن اليوم نقول لك كلام بالك من قبل ما كنتيش تنتظري تسمعيه. وهذا الكلام يقوله كل ابن الشعب المخلصين. يا أم، حان الوقت باش نمحي من أرضنا أثر الفواريق الاجتماعية. يا ترى الدنيا بالملحد عليك تأثر كبير لما شفتني تركت الدروس ومشيت نجيب لقمة العيش، بينما أولاد الأغنياء ما يتفكري لا في الشهادات وفي المناصب، لي أنا وعشرة ألاف من أمثالي راهي محرومة منها. شفتك تبكي يا إما، شفتك حزينة. يا ترى ما كنتيش تحبي تشوفيني نكمل الدروس؟ وهذو إخواني هل ترى نخليهم لنفس المصير؟ وكل إخواني من بني شعبي، يا هل ترى الجهل يبقى دائما هو نصيبهم؟ لا يا أم، لا لا، لازم نوضع حد لهذا القدر اللي عكس حياتنا واللي يقتل يوم بعد يوم شخصيتنا العربية. إخواننا خدوا سلاح باش يقاوموا هذا القدر، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. راكي تبكي يما، ما تبكيش، بالعكس يلزمك تفرحي لأن الانتصار راه قريب مادام الشعب راهو راغب في النصر. هكذا كان يتكلم مرحوم أبوك. يا أم، مرحلة الكلام انتهت، بقت مرحلة الفعل، بقت مرحلة أخذ الطهر. حان الوقت التخلص من الحرمان. لازم منظر الناس الجايعة بينما طائفة قليلة من الناس تأكل ينتهي. زيد شوية ما كنتي بالكل. كل يا عم حتى تعرضين. تعرفي بلي نحس نفسي هنا أحسن من اللي نحس روحي في دارنا. معلوم، وهذا ما جدلكم؟ نوار، علاش نبكي؟ ما راهيش تاكل بالكل في هذه الأيام. أنا حط عليها هذا الشيء، لكن الدروس راهي تخمم بالكثر على الدروس. أوه. أيوا يا بنت عمي، يا هل ترى أنا ما عنديش دروس، ما عنديش امتحانات. بصح عمري ما تخلفت على الأكل. إذا كول، كول يا وليد عمي، أنت اللي كلك الحظ باش عائلتك تنفق آلاف غير على المايدة. واش هالكلام؟ بلاشك راهي تقرا في البؤاسة نتاع فيغو. يكفي ساعي. ما نحتاجش نقرا البؤاسة، وانا نشوف في كل شبر من ارض الجزائر البؤس، نشوف البؤس على وجوه الناس اللي محرومين من قوة ضروري من العلم. كذا. خليها خليها، انا ننصح بنت عمي تبع طريق المحاماة على خاطر بلاشك تكون محامية كبيرة. ولكن عارفية بنت عمي باللي اذا دفعتي على الفقراء فقط راكي ما تصيبيش باش تعيشي. يكفي سعيد.
نوارا راكم تدوسوا ولا راكم تكلموا؟ لا يا عمتي رانا نتناقشوا فقط. نوارا هيا يكفي خمل عيني على الطاوله. ساعد تحب تشرب شويه تاي ولا تجيبوا لك قهوه؟ اذا ما خفتش نحرجكم نشرب قهوه. وين مشيتي لورا؟ يمكن راح تشعل الراديو. لورا نعم بابا. ما سمعتيش امك واش قالت لك؟ طيبين القهوه. اللحظه يا بابا نسمع الاخبار. واش توجدي في الاخبار؟ كل جزائريين ينتظروا هذه اللحظه يا بابا باش يسمعوا واش تقول الاذاعات على معارك اخوان المجاهدين. لورا هذا الكلام ما نزيدش الحبل سبعه في داري. المجاهدين عندي هم اللي يتعبوا مصباح الليل باش يصوروا القوت نتاعهم. ما تامنش يا حبيب الثوره. قلت لكم باللي بنت عمي راهي تقرا بزاف الكتب. والله علمي باللي الثوره هذه اللي راكي تتكلمي عليها ما يحقوهاش هادو اللي ضنيهم. اما لمن؟ خذ كفا ما نحبكش جديد تكون هذا الموضوع في داري سمعتي؟ الثوره الثوره ظن على حسب ما راهي تقول هي اللي راهي على الصواب. اه صواب. انا تسمحوا لي نمشي مازال حال وانا تفكرت الدرس ما هيتوش الغدوه نمشي نحضر. زيد شويه ساعد لورا. لا يا عمتي راني نجوز مره على مره. ما تنساش سلم على يمك. على خير. بسلامة ساعد. امشي فتحي الباب وذهبي لبيتك حتى تي ترجعي دروس نتاعك. ما زلت سخنة يا بنت عمي. انت تتأثري بالخف ملاكي ملوية على كلامي ملاكي معديتني. تصبح على خير. راني نشوف في واحد البنت تقترب من جهتنا. راني نشوف فيها كذلك. لو كان تعثر علينا تفسد مهمتنا. من يدري اذا القصد ماهوش يفشل مهمتنا. لعلها هي جاسوسه. لابد نعثر على المجاهدين. لازم نقول لهم بلي انا طايره. نحب نشارك في الثوره. ما نقبلش عيشة الركود. لازم. راهي توقفت على المشي. لازم نعرف ما هو أمرها. إذا التهينا بها راهي مهمتنا تفشل. بينا والسيارات اللي راح تمر خمس دقائق فقط. إذا لازمنا نعملوا بسرعة. أنا نديها وزوج من الرفاق يوصلوها حتى للمركز الأول. ثم المسؤول ينظر في قضيتها. حاضر. وإحنا وحدنا نقوم بالمهمة. راني بعد بزاف. ولو كنت تعثر عليا فرقه من جنود الاحتلال باش نجاوب. من انت واش راكي تعملي هنا؟ الطريق ما راهيش لك فقط نظن. قلت لك اش راكي تعملي هنا؟ جاوبي. تكوني غير جاسوسه تطلع على اخبارنا. احملوها معكم. انتم مجاهدين؟ اه يا رب راني احتفظت على المجاهدين. وصلوها للمركز. فرقة العدو ما تكونش بعيدة الآن. راني نشوف السيارات تقترب. لابد أحي.
انتهي. عمري ما كنت ننتظر هذه الملاقاة. كيفاش يا أحمد ولو مرة واحدة تسأل علينا؟ ريحي نورة. نورة نطلب منك حاجة إذا تقدري تبلغيها، تقولي لأمي على أني راني بخير وما تحيرش عليا أبدا. أنا ما نحبش نرجع، نحب نبقى معاكم، تعرفني بلي نساعدكم. لا ما يمكنش، في اللحظة هذه لازم ننتقل وانت عودي بلا ما تتأخري. نجاح مهمتنا في هذه القضية راهي تجلب قوات كثيرة من العدو اللي يحاول باش يلحق علينا، لكن لما ما وجدناش يعرف شكون يصيب سكان العزل. وبابا كاش يقول؟ أحمد ما تسألنيش على عائلتي. هو الطلب الذكي الفيلسوف سعيد، هل ترى مازالوا ينظر لحربنا إلا من جانب الفلسفة فقط؟ عمري ما كرهت إنسان مثل كرهته هو. لا يا نوارة، الإنسان يلزم له يكون متسامح قدر ما أكثر ما يقدر، لأن الظروف صعبة والثورة لابد الطول. يمكن لكل واحد باش يأخذ الركب في أي وقت، المهم هو أن ما يخونش. تعرف يا أحمد بلي تغيرت تماما؟ ما كنتش نشعر فعلا بقيمة حياة الإنسان إلى اليوم اللي فقدت أعز رفيق استشهد بجنبي في معركة. أنا حياتي شخصية ما تهمنيش، ولكن حياة كل جزائري يموت في سبيل قضيتنا. لكن بابا شي سهل، العدو هو اللي يدفعو حتما باش يعمر صفوفنا. ما فهمتش. تفهمي حان الوقت. ما نقول لكش الوداع. إلى الملتقى. وغير في رجال وغير من المطرفة. شكون هادو تاني؟ يمكن العسكر اللي غطوا في الباب بلا شك. Alors, petit père, il te faut tout ce temps pour ouvrir? Je crois que vous vous trompez d'abord. Allez, barre-toi. Personne par hasard? Vous avez un ordre pour perquisitionner? Ah oui, c'est ça. Allez, les mains en l'air. Les mains en l'air, je dis. C'est joli, hein? Qu'en penses-tu? Formidable. Allez, ça vient, les gars? Bah, ouais, chef, hein? Je crois que c'est bon, hein? Allez, on s'en va. Il n'y a rien, chef. Hein? Très bien. On y va. Allez, salut, petit père. وحوش هاد الناس، وحوش.
تصبحي على خير يا بنت. سلامة يما. راهم عاملونا كما كل الاخوان الجزائريين، ومع هذا ما يلزمكش تغضب يا ابي، يلزمك تفتخر اللي عاملوك كجزائري دافع على وطنك. نعم يا بنتي، انا اللي كنت غلط، عمري ما عرفت الاهانه في حياتي، واليوم راني شعرت باللي انا جزائري والحمد لله. لولا الاعداء ما كنت نعرف ابدا من انا، واليوم راني عرفت وراني نقوم بواجبي. سعيد واش هذا جري؟ عرفت بلي يكون الحق لهنا. اشكون هما؟ ماشي العسكر اللي كانوا عندكم؟ معلوم. شكون اللي تحب يقلب الدار من خلافهم؟ ما كناش راحلين نضم. شفت يا عم، عملوك حتى انت كما جميع الناس، راني متحقق اني ما سالوكش حتى من انت، ولكن نعم الجزائري في عينهم هو الجزائري، ما يرعون حتى حاجه، احنا اللي كنا غلطين. يا عمي عندي مدة من اللي كنت ناوي نحدثك في امر، واليوم وقيل الفرصة راهي مناسبة. وحش! اخرجي يا قلة الأدب! اخرجي! كوني مهني يا بنت عمي اللي ما عنديش نحوس نبني بيت، وبيوت الشعب راهي تتهدم. اسمح لي. انت مسامحة، انا اللي كنت غلط. هيا اخرجي الآن، اخرجي! اخرجي! بلاش كي عمي راك تسمع الاخبار، تسمع كل ما يقوموا به اخواننا في الجبال في المدن وفي كل قطعه من ترابنا. ناحيتنا هذه ماهوش ممكن تبقى منعزله عن بقيه التراب، راهي ماخذه نصيبها في المعركه. انا فرحان بزاف يا سعيد، فرحان جدا. شحال تبدلت يا سعيد، ما رانيش نشوف السعيد لهذو الشهور. الوقت وقت جيت يعني، والثورة ماهيش ملك فرد، باش تنجح يلزم مساعدة كل أبنائها. هذا كلام معقول. جيتك في هذا اللحظة يا عم وأنا هارب. ما فهمتش. العسكر حلقوا على دارنا، لما ما وجدونيش جاو يبحثوا عندك، الآن يظنوني خرجت من المدينة. إذا سمحت، إذا ما تخافش. وكيف لا؟ لا راني ما نبطاش من المكان يا عم، ما يلزمش نتسبب لكم في الضرر. يا هل ترى انا ما عنديش حق باش نشارك اخواني؟ داري راهي مفتوحه لكل جنود الثوره. احسنت يا عم. والله يا اخوان ما تنجموش تعرفوا شحال نهار اليوم كان موفق والحمد لله. زوج عمليات، 25 قتيل من جنود الاحتلال، وما نعرفش شحال من مجروح، واحنا مجروح واحد ما كاش. وقيل ما عرفتوش علاش. على خاطر خرجت انت معنا. علي هذه نعطيك قهوه ودوك نهضر معك علاش. والله يا اخوان كي شفت جنود الاحتلال محلقه والطيارات يدوروا، وعلى بالكم احنا شحال كنا في ذاك الوقت. اوه 10 في الجمله. 10 مصممين خير من 100 ملك. تفضل. 10 دفع على حق خير من 100 اقتصد حق. ايه سوا سوا. على بالكم احنا كنا بعد قريب باش يوصلوا لعندنا. اوه في ذيك اللحظه على حسب الانشيه ديالهم عرفت باللي ما كانوش عالمين بوجودنا في هذيك المنطقه، وانما العمليه اللي كانوا قايمين بها من جمله العمليات العاديه، وفكرت باللي الطائرات ما عندها ما تقضي. ثم الرصاصه الاولى خرجت. اولو الطاح كان من عندهم. وفي لحظه واحده ولات القتلى تتساقط كانها اوراق الشجر في وقت الخريف لما ينوض الريح. ثم دخلهم الخوف وبداوا الهرب، خير اللي خلي السلاح تاعه يجري. وزيد قال ما وزيد المصيبه الكبيره اللي عطى الطيارات ما عرفوش واش يعملوا، وما بداوا يطلقوا في النار غير على بالكم لما كنا راجعين بداوا يضربوا غير في الهواء. اياك جاتك هذا. آه يا صاحبي انا 10 في النهار كيما هذو ما نقولش لا لا، خرفان يا محايد. يوسف واش كان؟ مره على مره لازم لك تسد لينا. اه ولازم الله. يلا اي صح صح عليك صح عليك. وصلي سلامي يا حمامه
الأهل المدن والجبال صحيح. خبريني عن العاصمة والصحراء وكنوز الرمال وصل إسلامي يا حمامة الأهل المدن والجبال خبريني عالعاصمة والصحراء وكنوز الرمال خبريني عالعاصمة والصحراء وكنوز الرمال في البهجة تم أمي يا حمامة ولا تنساي أبي خوتي وأمومي كل يوم الحيران جاي عليهم أقوى همومي عليهم أقوى همومي ولكن الصبر نال عليهم أقوى همومي ولكن الصبر نال وصل إسلامي يا حمامة الأهل المدن والجبال خبريني عالعاصمة والصحراء وكنوز الرمال خبريني عالعاصمة والصحراء وكنوز الرمال بارك الله فيك الله يعطيك الصحة فكرتنا يعطيك الصحة راح جسي أحمد مرحبا بيه هنا كان مقرر بس نتلاقاو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا سي أحمد يا إخوان رامي فرحان كثير بالنتائج اللي حرصتوا عليها كل هذه المدة وبالأخص على المعركتين اللي قمتوا بها اليوم وبانتصاركم في هذه المعركتين هكذا يا إخوان إلى الأمام دائما بارك الله فيكم عاشور إبراهيم عندي كلام معكم أما الإخوان الآخرين يخرجوا ويكملوا سهرتهم طيب سي أحمد السلام عليكم وعليكم السلام السلام راني اتصلت بأخ من الإخوان نجام المدينة وتكلم لي عن النظام المحكم اللي موجود هناك وهذا بفضل من الإخوان اسمه سي فريد راني اتفقت مع الإخوان باش نتلقى معاه هنا في هذا المضرب Alors, petit vieux, on joue au chef, hein? Mets-moi sur niche! Tu iras faire comme chez Wahdé. C'est parlé, hein? Allez, suis-nous. Noir. Ma voix est quoi, lui, Abdi? Mon collègue. Le Wada. T'as fait un bac. Simple accident. Bande de lâches! Bande de lâches! Bande de lâches! Mais bon. نراك الآن يا وليدي يدرى ولا ما زالك في الوجود هذا الشهر من اللي راح حتى خبر ما جاني من عنده يما وشنو يا بنتي وقت يرجع خونا نهار اللي رجعوا كل اللي راحوا يا بنتي علاش تحبوا تخبوا عليا
انا عارف وين مشى اخويا. وين مشى يا وليدي؟ تحسبيني ما نعرفش؟ مشى للجبل مع المجاهدين باش يجيبوا الاستقلال. رد بالك تهدر هكذا قدام الناس في الزنقه. نعرف، وكي نكبر شويه حتى انا نطلع للجبل. وانا ثاني نجي معك. يا ولادي خلصتوا الماكله، يلا يلا تروح ترقدوا. سي فريد سعيد، فهمت واش حبيت تقول ايها الاخ الضابط؟ عمرك ما كنت ظن بلي داك الطرب المغرور يمكن يكون في يوم من الايام. لا راك غلط، راك غلط يا سعيد. خلال المعركه تعلمت اشياء كثيره، ومنها حبي لغيري اكثر من اي وقت مضى. ما تقدرش تعرف شحال عدت متسامح يا سعيد. حتى انا مثلك، الاقدار شاءت والحمد لله ان نلتقي. كم كنت نتمنى نعيش من صميم القلب باش نشوف، باش نشوف الصديق. لا لا، باش نشوف اخي احمد. ايوا سعيد، قل لي كيف احوال الاخوان؟ المعارك اللي قمت بها في ايام الاخيره والنجاح اللي حرصت عليه جعل سكان هذه النواحي رغم الاضطهاد لكل مره ما تسجل فوز يزيد يقوى. هكذاك يا اخي، عمرها ما كانت معنويات شعبنا اشد صلابه. الحمد لله. وكيف احوال المنظمه داخل البلاد؟ سمعت باللي السي عبد الغني استشهد؟ الله يرحمه، يرحم الله الشهداء. نعم الله الشهداء. نعم سمعت بنبا، موقفه كانت عظيمه وثورة خسرت فيها رجل كبير. سي عبد الغني الله يرحمه، وعائلته نظن بلي الاخوان ما راهمش مفرطين فيها. وراهي كما جميع كل عائلات تلقى عناية كبيرة من طرف الثورة، ولكن اللي حيرني هو نوارة. واش بها؟ ما كان شي واحد تشوفه من الاخوان ما تقولوش يعمل هالاتصال باش تلتحق بالجبل. ما قدرتش تفهمها، قولها بلي ماهوش ممكن تلحقنا بعد ما استشهد ابوها. احمد تعرف بلي صعب عليا نمشي لدوك النواحي، جنود الاستعمار اللي بحثوا عليا في كل مكان، والان حد ما راهو يعتقد بلي ما زلت في المدينه سوى بعد ما رفع. سعيد قيم بعمل جبار. لا يا احمد، زلت لي مهمه لابد نأديها، ومن بعد اذا مت نموت سعيد. وما هي؟ لازم هاد المدينة تتهنى من شر سيرجون شنيدر. سيرجون شنيدر اللي قتل سي عبد الغني وألوف من أبرية. إذا تسمح لي أنا نقوم بهذه القضية. لا أحمد، نطلب منك تخليني أنا أقوم بها. قضية سيرجون شنيدر أنا اللي أقوم بها. بس
سنايف. واش كاين سعيد؟ راني نشوف فيكم حي مخلف عوايدك. هذه الايام وانا ما نفكر الا في حاجه واحده. اتكلم يا سعيد، تعرف لي الصعوبات كلها تزول لما تقسم مع الاخوان. نعرف، لكن كيفاش تحبني نتهنى من هذا اللعين تاع السيرجون شنيدار؟ 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 الشعب هاد المدينه كله ينتظر في اليوم اللي نهنيهم من هاد العدو الشرير. انت عالم بلي انا دائما كنت متطوع، ولكن قتل السيرجون شنيدار واصابته حتى تكون على يدي. لا، هاد العمليه انا وياك نقوم بها. شنيدار شنيدار، عندي فكره. اليوم يا إخوان فقدنا أخ عزيز علينا، بطل من أبطالنا الميامين. قائمة الشهداء زادت ضمت إلى سجلها الحافل اسم الشهيد سعيد. استعداد. ما يتمكنش سعيد ما ماتش، عبد الغني ما ماتوش. كنت دائما شجاعة، انت اللي كنت تصبريني مهما نحس بالالم. نحس بلي ما طقتش، ابي مات وزاد الحق سعيد، ولكن حاجة واحدة ما يقتلهاش الاستعمار مهما عمل أبدا، فكرة الاستقلال. تشوفي يا أم، تشوفي علم الجزائر يرفرف على كل شبر من أرضنا. يدزي من البكاء ما يردنا لا أخي ولا السعيد الله يرحمه، وماشي غير العائلة أمتعنا اللي عرفت مثلها القدر، ولكن الشعب اللي ضحى بكل معزز عنده، الشعب اللي منش يشوف النور، منش يشوف أمنيته تتحقق الاستقلال. إيه الاستقلال عن قريب. Thank you.
نعم انا سعيده، عمري ما كنت منتظر مثل هذه السعاده. نعم، ليالي مظلمه وشقه عدينا، كم مره كنت قاب قوسين او ادنى من الموت، لكن كل مره ننجى بفضل الاله. بصح السعاده اللي كنت نشعر بها في نفسي ما كانت الا نسبيه، لان ما يمكنش ننسى وما ننساش كل الاخوان اللي تفرقنا احنا وياهم بعد اجمل اللقاء، اللقاء في ميدان الشرف، واللي راحوا يلقاو وجه الاله وهم فرحانين. سعادتي نحبها تكون دائما فيها قطره من الموت باش تكون حقيقه سعاده. حياتي كلها تبقى مزيج من السعاده، لان ما فيش ما اجمل من السعاده ومن الحريه، لان الاخوه والاباء اللي مشاو علينا ما يتمكنش ما نذكرهمش. تعرفي نوره، نتمنى ولطيف اللي مزال عندنا نسميوه سعيد. أوه نعم سعيد، صرتو دائما راهي بين عينيا، هو اللي كان يشكل المبالاة، هو اللي كان يشخص الانشراح. اصبح الرجل الجدي المثالي، المناضل اللي ايمانه ما عندوش حد. سعيد. نعم، اول طفل يزيد عنا نسميوه سعيد. كل ما تلبس حويجه نقيقيه توسخها. انا جزائري. اشكون هذا الجزائري؟ اشنو صح واجو كيما تعرفي شحال يخرج لك صعيب. واش بيك راك في هذه الحاله هذه وعلاش؟ ها؟ واشنو هادو؟ هذه نخدم بها الارز والتراب، وهذه الشرق اللي يجي ما خليش يدن. شفتي شحال يعرف هذا؟ حقك عارفي عمره 4 سنين. يا اخي يا ولد يا اخي ربي يحفظك ان شاء الله. 4 سنين وعمره بدايه الاستقلال، انقطعت مرحله كبيره